أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج وجهة لوجه اليوم بنحكي عن التراث الكويتي الفن الكويتي بكل أنواعه رحبوا معاي بضيفي وضيفكم الكريم مع الدكتور خالد القلاف أستاذ مادة التاريخ والأدب الشعبي مرحبا فيك دكتور هلا فيك أستاذ محمد حياكم بعمرك دكتور فن التراث الكويتي شنو تعريفه؟ شنو خل المشاهد يعرف شنو فن من تكلم احنا الكويت انشهرت بتراثها الكويت فنها احنا بدايه عندنا بالكويت ثلاث انواع من الفنون الباديه والبحر والمدينه الباديه والبحر انتهت حياه البحر والباديه فصبت هذه الفنون في المدينه بالاضافه الى الدول المجاوره تاثر على الدوله نفسها يعني في فنون من المملكه العربيه السعوديه نسميها الوافدة من وسط الجزيرة العربية كذلك عندنا فن القربة يعني من بلاد فارس عن طريق الأفراح مع أفراح والتزاوج كلها بهذا العراق في منها أخذنا هم كذا فن عندنا كان موجود اليمن كذلك من الدولة العباسية وصل إلى الكويت على فكرة من الدولة الأموية والعباسية إلى انقرض وطلع في اليمن وبرز في الكويت حلو اليوم الكويت شهرت بتاريخها بتراثها الفني البحري والباديه والعرضه بكل أنواع اينا. وكنا رواد وما زلنا رواد نعم رواد الفن في المنطقه يمكن نتكلم عن مصر لبنان الكويت يعني, تد... يعني مصر هي في الرياده دائما لكن دائما نتنافس مع لبنان في عمليه التراث بس في منطقه الخليج بالذات الفن الكويتي اي نعم الفنون الشعبيه عندك التراث الشعبي شيء ش... شي تميز فيه احنا هني التراث الشعبي عندنا الحلو الكويت غنية بالتراث الشعبي صحيح اذا جيت حق فنون البادية راح اعطيك عشر فنون فيها ما شاء الله وراح ناخذ وقت فيها كذلك البحر البحر وايد فنون فيه في اغاني عمل واغاني ترفيه وفي اغاني الغوص وفي اغاني السفر شلون الترفيه ذكرت فن الترفيه الترفيه يعني على سبيل المثال اول على ظهر السفينه كانوا <applause> عفوا في حاله يبي ينزلون الاشراع قاعد يدورون مكان مثلا حق الغاصه فانه خذه طبعا قبل لا يطيح الاشراع لازم يشيك على الارضيه بالبلج هذا اللي نفس اللي يصبونه نفس الرصاص فلما ينزل قوعه قوعه يدور كل ما يطلع هذه اذا فيها طينه من تحت معناته المكان ما يصلح للغوص فينقلون الى مكان اخر نفس المنطقه الى ان يلقى مكان ما في طينه فيقول نزل شراع، اول ما ينزل شراع يشيلون فن على اساس ينزلون الانكر او اللي هو السن مال السفينه. مم. ونفس الطريقه في سحب ال... هذه اغاني العمل انا قاعد اعطيك اياها. نفس الشيء في سحب الانكر يقولون فن راس طبل مم. الياملي على اساس يمشون ب... بحركات ايقاعيه مع سحب الحبل. آه هذا العمل الترفيه ياخذون انواع الحدادي. يعني طول اليوم شغل من الصبح ظهر الظهر للعصر لازم ياخذون وقت راحه ففي وقت الراحه الفرقه تقول فن حدادي او حدادي مخالف او حدادي حساوي او كذلك عدساني والعدساني يتكون من ثلاث أج... آه، ثلاث اجزاء طبعا. حلو. اللي يقهر يعني دكتور كنا في الخمسينات ما بقول قبل خلينا في الحياه خلينا نقول بالستينات الفتره اللي انا والله بعد مرات احب اسمع المحطه الغنائيه القديمه اللي تحط خاصة الصبح لما تسمع الغناء والتراث الكويتي الجميل الغنائي في فتره الستينات كان كنا اذا سمعت اغنيه قلت هذه اغنيه كويتيه هذا بعد التطور على فكرة بعد التطور ها اي هذا بعد اول ما تسمعها تقول هذه اغنيه كويتيه اي نعم اليوم تسمع الاغنيه ما تفرق كانت كويتيه كانت مصريه شو اللي اختلف بين الفتره اللي التي... اختلف استاذ محمد عندنا للاسف اول انا اقول قبل خمسة 25 سنه احنا انتهت شي. اي شخص حتى لو مطرب صوته حلو يبي يغني اغنيه من كلمات من الحان من صوت يبي يؤدي لازم يمر على المصنفات الفنيه في وزاره الاعلام في لجنه هي اللي تجيزه هي اللي تجيز هذا الانسان انه يغني ولا لا واذا غنى يجي يكون على الكلمات واللحن فالحين اللي حصل ما في رقابه على هالموضوع، لجان اللي هي ترخص له انه يغني مو موجوده. انا عندي كم بيزه رحت سجلت باستديو اي اغنيه ورحت على اي قناه بالقنوات الاذاعيه اعطيتهم وهم يبون ماده انه يقدمونها وعلى وكل ما تسال واحد يقول لك مواكبه العصر، شو تواكب العصر؟ يعني احنا كمعهد موسيقى عندنا اغاني كويتيه وشعبيه ومطوره لكن احافظ على الطابع الشعبي الكويتي الاساسي. يعني اجيب لك مثال الله يذكره بالخير استاذ محمد المسباح. في رساله الدكتوراه انا ذكرت توصيات من ضمن التوصيات اي مطرب كويتي يبي ينزل اغنيه يبي ينزل شريط يلزم من وزاره الاعلام انه ينزل اغنيه من الطابع الكويتي الاصيل حتى لو ينزل اغاني ثانيه يعني من العدنيات او اشياء ثانيه لكن كايقاع كويتي وكطابع اللحن الكويتي واذا اعتذر يدفع غرامه او مبلغ ضريبه على انه ما يبي ينزل الاغنيه فاتصل فيني المصباح يقول لي دكتور خالد الله يهديك يعني انت قاصد هالموضوع ليش حاط هالمبلغ يعني قلت له هذا المبلغ كاقتراح يعني اما انا كنت اتمنى ان يعني يلزمون المطربين ان يقنون هذه الاغاني الشعبيه، الايقاع الشعبي المطو الاغاني المطوره بس ملتزمه بالطابع الشعبي الاصلي، ولو تلاحظ حفلات المعهد مهما نقني احنا من نعمل حفلات اغاني من من التراث الكويتي او الموروث الكويتي لازم نحافظ على الطابع الاصلي. حتى لو نعمل توزيع موسيقي آلات نفخ نحاسيه تلتزمون تل بطابع الفن الطابع أو الأصلي اي بيئته يعني إذا يعني يصير تقول اغنيه من الباديه أدخل عليها مثلا آلات غربيه مو حلوه ادخل عليها آلات المستخدمه الاعتيادية اللي قاعدين نستخدمها ولكن محافظ على الطابع نفسه الاساسي في حد يلعب بالهويه الكويتيه خاصه بالفن الكويتي وايد تب. ليش؟ لانه ما في رادع على الموضوع لو شو في ما في رادع؟ يقول لك هذا رغبه شخصيه يعني بس لا رغبه شخصيه بس, بس ما الدوله لازم اليوم اليوم في توجه للدوله الحفاظ على التراث على الفن على التراث الكويتي الجميل التاريخ احنا انشهرنا ترى بفننا نعم شهرنا بتراثنا الفني وما زالت الكويت على فكره فيها مبدعين ما يعني زالت عندنا ما في خلاف عندنا بس ما في هناك من يتبناهم هذا الكلام فاحنا فل... احنا اللي نقدر عليه كمعهد عالي للفنون الموسيقيه ان, ان... نساعد بهالموضوع هذا حتى اذا عندنا طالب او استاذ عنده لحن او عنده شيء تشكل له لجنه ويسمعون شغله على اساس اذا محافظ على التراث الكويتي اخليه يقدم ليش لا واغلب اللي قاعد يشاركون برا الكويت عن طريق المعهد يلزمون من اداره او مجلس المعهد او عميد المعهد انك تقدم شيء يمثل الكويت مم. كايقاع كويتي احنا يا جماعه عندنا 32 فن بالكويت 32 32, 32 فن. فن من بحر من باديه من اغاني المدينه يعني ذيت على سبيل المثال الى فن الصوت فن الصوت على فكره فن قوي وصارت من صارت من سنتين الله يذكره بالخير استاذ محمد جمال هذا استاذي واعتبره فعلا استاذي الكبير من مملكه البحرين. هذا من الناس الاعلاميين الفنانين اللي يركز على الامور هذه الشعبيه، واي شيء يسويه لازم يقول لي خالد يبقى فلاشك عشان انزل لك هالموضوع. يعني جدا قاعد يفيد الكل، لكن صار مثل مداحر بموضوع كنا نتكلم في مؤتمر الموسيقى العربيه في دار الاوبرا عن الصوت الكويتي. فوقف انا معه على طول نقاشنا ضد بعض لكن احب هالانسان واحترمه وفعلا استاذي فقاعد يقول لي دكتور خالد فن الصوت مو فن كويتي فن بحريني فن الصوت اي قلت له اوكي عطني اثباتك قال محمد بن فارس محمد بن فارس كفنان بحريني من الفنانين الكبار قلت له اذا انا ماني شاطر بالرياضيات لكن على الحضور اللي قاعدين حسبوا لي اياها عبد الله الفري الفنان الكويتي عبد الله آه. الفري ولد 1836 يعني. اوكي محمد بن فارس ولد 1895 تقريبا في فرق كم سنه يعني على ما كبر وصل عمره 50 سنه عبد الله الفري الا هذا تو شباب فمن اللي طلع الفن اساسا عبد الله الفري عبد الله الفري فعبد الله الفري اخذ الفن هذا الفن الصوت كان على فكره كخامه او كان يطلق عليه مثل الغاء المنغم ما في ايقاع الريستاتيف احنا نسميه الكلام الملحون في الدوله الامويه او الدوله العباسيه الى ان انقرض وطلع في اليمن اخذ الخامه هذه من اليمن ويا الكويت ضاف عليها ايقاع المرواس وضاف اله العود وكون لك ثلاث انواع من الصوت، الصوت العربي والصوت الشامي والصوت الخيالي. الخيالي على طريقة الخيل حركته يعني يطمر وكذي وكان في شيء اسمه صوت الاستماع لكن هذا القرض من عندنا بالكويت صوت الاستماع يعني في بداية الحفل يعني اللي ماسك مصباح اللي يسولف ينتبه خلاص الاستماع دخل على العربي العربي ثقيل واغلب الكلام اللي يغنى في الشعر في الصوت العربي باللغة العربية الفصحى كذلك يدش على الصوت الشامي هو على شام اليمن اطلق عليه هو سوى صوت الشامي اسرع شويه بعد الخيالي، الخيالي يعني خلاص راح تنتهي جلسه الصوت. واستخدم بعد الشعر الحميني هذا ما زال يستخدم في اليمن. الشعر الحميني يجيك شطره لغه عربيه وشطره لهجه عاميه. وشطره لغه عربيه وشطره لهجه عاميه. هذا استخدمه عبد الله الفري. فيعتبر فن الصوت فن كويتي بحت. يعني عبد الله الفري هذا الفنان الكبير يعني هو يمكن اعطى فن الاصوات وهو هو اللي عمل الفن هو اللي انشا هذا الفن اللي اسسه هو واضاف عليه وعندنا فنان كثير على فكره يابوا فنون راح ندخل لك على السامري تشوف من اللي ياب الفن كم نوع من الفن السامري عندنا؟ انواع اول ما طلع فن السامري كان قطن بن قطن العماني ويا بعده عبد المحسن بن هزان من المملكه العربيه السعوديه في منطقه نجد في في نجد في مدينه الحريق كان هذا الكلام تقريبا 1700 او ألف ما يذكرني التاريخ لكن اخذ كان عبد المحسن بن هزان اخر واحد من اللي عملوا الشعر الملحون شعر سامري بس بدون ايقاع بعد وفاته محمد بن لعبون الوايلي خذا وضاف على الايقاع وعمل فن اللعبوني فن السامري النسائي في عندك سامري رجالي سامري حوط احنا نسميه كذلك يا اهل الفنطاس القرويه عملوا فن القروي ومن فنون الجميله فن القروي صح. كذلك فن النقازي، النقازي من اللهجه الكويتيه اللي ينجز اللي يطمر هذا بعد النقازي لانه هو سريع فعندنا ناس مبدعين من اساس من تاسيس الكويت الى يومنا هذا ترى الحمد لله أه كان من اهل الباديه من راحوا السفن وشاركوا في مواسم الغوص وشاركوا في الغناء فدمجوا صوت يعني التراث الباديه مع التراث البحر وهذا اللي حصل صح سموا هذا التراث يعني في عندنا بالكويت آه الله يرحمه استاذ حمد الريب سوى اغنيه على, على او موسيقى سوى اسمها موسيقى فرحه العوده إيه؟ كانوا يسمونها فرحه العوده اللي هي بعد القفال بالبحر إيه؟ يسمونها يعني يستخدمونها استخدامين استاذ محمد الاستخدام الاول السفينه اللي راحت مثلا زنجبار الهند منباسا افريقيا يعني افريقيا او الهند اول ما في ميكروفونات فيضطرون والبنديره ورا العلم ما يبين هذه اي ديره من الخليج بس ما يدرون اي ديره فيشيلون قبل لا يوصلون الميناء ب كيلو يشيلون فن العرضه البحريه احنا عندنا عرضه بريه وهم راح نتطرق لها الحين العرضه البحريه اخذت من العرضه البريه لكن كضرب يختلف فيشيلون العرضة هذه يعرفون أنها السفينة من الكويت أو من البحرين أو من قطر أو من الإمارات يعني يحددون الدولة الخليجية أو أن الاستخدام الآخر اللي هي فرحة العودة رادين الكويت حق أهاليهم بعد فترة أربعة أشهر أو خمس أشهر من الغوص فيسوونها فرحة العودة لأن رادين حق ديرتهم حق الكويت حق أهاليهم أه، نقدر نقول أن حصل تغيير أو أضيف على التراث الفن الكويتي خاصة المزج هذا ما بين البادية والبحر يعني احنا عندنا وايد فنون في مزج ما بين البادية والبحر وعندنا حتى من البادية من القبائل دشوا بحر صح كانوا نواخذه وكانوا غاصه وفي منهم السيب وفي منهم الطواويش وايد منهم يعني صارت لها مسميات ولا هي لا هو المسمى واحد ما المسمى واحد اي نعم زين اه... تطور الالات الموسيقيه احنا تاثرنا من وين هل من الهند هل من ايران هل من العراق وين تاثر شوف احنا تاثر هو في عندنا في تخصص اسمه الاثنوميزيكولوجي اللي هي فلسفه علوم موسيقات الشعوب العرقيه يبين لك شنو تأ... يعني الدول المجاوره لازم تتاثر منها لازم تتاثر من المملكه العربيه السعوديه اخذنا السامري بالبدايه عندك العرضه اول ما طلعت نمسك شيء شيء العرض اول ما بدت في العصر الجاهلي نظر بن نظر نزار يوم كان هذا العصر الجاهلي كان شلون ابتكر فن الحدوى او الحداء قبل لا يصير العرضه كان قاعد على كرم سامع على الجمل على الابل فهو هو قاعد يمشي طاح تعورت ايديه هذه مكتوبه بكتب التاريخ فالعرب اول يرتجلون الشعر لتكلموا فوهو قاعد الظاهر ايده او كتفه متعور قاعد يون ويقول يب يعني قاعد يرتجل شعر ملحون او انه شعر منغم احنا نسميه الغاء منغم فلاحظ ان الابل يمشي على سرعته بطأ بطأو. يعني الابل اللي معاه بطات فمشت على ميزان فسموه الحداء الى ان انتقل الى العرضه العرضه هي الحداء بدايتها كانوا ما يستخدمون الايقاع يستخدمون بس طبل الدمام اللي هو الكبير اللي يعطيك الدم هذه الونه كانوا يستخدمونه للحور كانوا يستخدموه وياهم يعني الدمام طبل الدمام بس الى ان تطوروا ودخلوا ايقاع اللي هو الطيران تطوروا اكثر يعني عندنا ما زالت فرقه اولاد عامر صح اللي كان اسمها فرقه الحساويه الحاجة 1800 تقريبا وكسور كانت فرقه الحساويه اسمها بعدين غيروها إلى أولاد عامر ما زالوا من زي يقدمون لك زي العرضة أه، تكرم الحصن، السبحة، اللي ما عندهم البنادق اللي عندهم السيوف فيصير عرض كامل للعرضة هذا العرضة البرية، أوكي؟ اللي هي الحدوة أه، ندش على فنون أخرى هم نفس الشيء أه، من المملكة عندنا وصلنا فن القلطة الجلطة هو مش مقتصر على بس المملكة العربية السعودية على الجزيرة العربية بذ يعني يعني بالدرجة الأولى السعودية والكويت إذا بتطالع الدول الخليج لا في مفارقات ترى بدول الخليج حتى بالمسميات أي فن أقول لك يشابه فن بالبحرين وفي قطر نفس المسميات ونفس الإيقاع يعني ممكن على جم فن يختلفون الجلطة أخذت من الجزيرة العربية عندنا شعراء قلطة وخذوا مراكز كبيرة كذلك عندك غير العرضة والقلطة الفريسني فالفريسني من فنون البادية وأطلق عليه الفريسني أن ما في إيقاع فهم واقفين ضرب فرسا إذا رديت إلى كتاب لسان العرب الفرسن اللي هي كعب يكرم سامع كعب الارجل ضرب الارجل فهذا ايقاعهم كذلك المجيلسي يختلف عن الميلسي الكويتي، الميلسي يستخدمونه بالبحر. المجيلسي نفس الفريسني بس قاعدين، وكان مختصر للنساء فقط في البدايه الى ان طلع مشترك. كذلك فن الفريسه الردهه، الردهه عندنا كانت موجوده في العصر الجاهلي، وكان اسمها الكُرّج، فن الكُرّج، الفريسه اللي هي يشيلون حصان تمثال حصان وهي من قصص الاساطير ده واحد فارس يحارب الحصان اللي على الفرس وواحد يغزل من الحصان الحبل الخيط فهي قصص وايد من الاساطير عندنا نطلع بنسمعك اغنيه ام الثلاثه أسوار تفضل لي على الاغنيه هذا بعد الفاصل شاء الله. ان شاء الله نشوف الاغنيه ونرجع ان شاء الله يمكن احنا انطربنا تذكرنا فتره السبعينات وقلت لك كانت في المدارس، في المدارس الموسيقية. قلت لك بداية لحن اوركسترا قاعد تعزف، كان هناك كلمات كان، الان ما قاعد اشوفها، شو السبب؟ ابيك تقول بكل امانة. بكل امانة، الأغاني اللي قاعد أسمعها الحين أنا اسميها فقاعات، حلوة تشوفها بس تنفجر تختفي، ما لها بصمة. فترة معينة تروح. اي، هذه تربطنا بذكريات وايد هالأغاني هذه. يوم كنا صغار ايام هالاغاني هذه ايام المسيرات اللي على البحر تصير سيارات كل كل وزاره التربيه احتفالات المدرسه وزارات الديره المدارس حفلات الموسيقى اساتذه الموسيقى اللي في وزاره التربيه كانوا يحفظوننا نعزف كنا نعزف احنا يعني ما في هذا بقسم الموسيقى يعني داش موسيقى لا الكل الصف اللي كلش كلش يعزف مولديكا هذا اللي فيها البايب واللي يعزف كسلفون واللي يعزف كانوا يشغلوننا الوضع الحالي ما ادري شنو اللي تغير يعني بصراحه ما فيه اهتمام أحسن في اهتمام احس انه في مع امانه اللي انا اعرفه استاذه مونك هيدان الموجه العام اللي في وزاره التربيه الموجه العام للتربيه الموسيقيه باذله اليهدى صراحه وقاعده تشتغل وقاعده تطبق لكن ما في ما ادري الخلل وين اساسا بس هي إيه مهتمه بهالمواضيع هذه. زين نرجع للسؤال المهم. اللحن المتعوب عليه اللي يعني سمعناه من الثلاث اسوار هل هو عبدالكريم؟ ها؟ حق استاذ عبد الكريم استاذ تحيه الفن الكويتي لكن اقول هل الحال ما نشوفه الحين هل نقص المحد عندكم مش قادر يطلع ملحنين كبار الفن المستوى هذا يعني ام اصبحت إن اليوم ما يطلبه المشاهدين او يود شوف استاذ محمد الكلمات اللي سمعتها الحين على اللحن على الشغل كله كامل هذا كان صادق اللي كتب الكلام واللي لحن الكلام واللي أدى الكلام كان يؤدي للأغنية ما يؤدي لمصلحة شخصية ما يؤدي إنه والله بغني بطلع لي مبلغ من هالأغنية ودليل على هذا شوف الأغاني اللي بالسوق الحين يعني حتى في أغاني وطنية مو حلوة والله العظيم فيه. دكتور خالد لو تقول لي متى سمعت أغنية جديدة أقول والله ما اعرف ولا اذكر نعم ما اذكر من سنين مو تقول لي شيء جديد انا تلقاني مثلا بالسياره ام كلثوم، عبد الله غاني، عبد الكريم اغاني القديمه او الغناء العربي العرب القديم الغناء العربي القديم يقول ليش ما تسمع دي. قلت لاني ما شفت شيء جديد صح يعني ما ودي اذكر بالسفر لما الاهالي يطلبون مثلا والله والله نسمع الاغنيه انا لو اقول لك الاغاني اللي يسمعونها شنو هذا؟ ف ما في ما في رقابه على الشعر يعني انا هم بعد كذي مره هاي. بنتي سالتني قالت لي بابا انت بتدرس موسيقى وشي قلت لها اي كانت تقول شنو هالاغنيه هذه؟ والله يعني واحد يستي واحد قاعد يسب العن ابو ما ادري شنو شفتها؟ سامع هالاغنيه يجوز؟ قلت لها قلت لها هذه ما, ما عليها ما حد مراقبهم او ما حد قاعد يتابعه اللي سجلها ونزلها وانشهرت وانشهرت انشهرت وفي فنانين عندنا للاسف من الشباب طبعا مو الكل في شباب ملتزمين بال بالفنون الراقيه لكن في ناس قاعد يقلدون لك الغناء الغربي بالكويتي وهذا اكبر غلط انت قاعد تبرمج شقلة على على الجيل الحالي جيل عيالنا للحين الحين قاعد سمعون اغاني صراحه تفشل وهذول المغنيين الشباب قاعدين يشهرون في بعض الحفلات الخاصه بالاغاني القديمه وليس بأغاني الجديده ايوه صحيح مو قاعد يشهرون بغانيهم أبد ولا حد يسمعها أيوة فيضطر إنه يروح يغني الأغاني حق بس أستاذ محمد في جيل معين حاليا يعني نقول إحنا جيل 12 سنة 14 سنة هالأعمار هذه هذا الخوف من هالأغاني اللي الحين قاعد يسمعون أغاني والله العظيم أغاني تفشل لك تسمع أنت بينك وبين نفسك تنحرج من نفسك تسمعها ففي مثال مرة سواها واحد زميل مو من الكويت طبعا يبي بلده يسوي توجه على أغاني عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عيز يبيهم يسمعون مراضين فسوى هو كمطرب راح خذ اغاني عبد الوهاب ووظفها على الجاز وسوى سيدي وزاع الشباب لا قالوا لا اذا عبد الوهاب كذي حلوه طريقته قال لهم سمعوا الاصل اسمعوا الاصل حلوه والله الاغاني القديمه يعني اعطوني فرصه قاموا يسمعون ام كلثوم، قاموا يسمعون اغاني الثانيه، رياض الصنباطي فصار يعني هذا اللي اضطر انه يسوي كذي من لو حيلتهم فليحتال، يبي يصيدهم انه يسمعون هالشيء. انا بصير وياك ضيف، تدري شو الفرق؟ قبل ايام الملكيه في مصر تبنوا الشعراء. نعم. كانت الملكيه في ذاك الوقت ملك فاروق وقبل بول وعندهم فوهر. شعراء بعد وايد كانت وشوي. تبنت الدولة كانت الرؤية الدولة في ذاك الوقت تبنت رؤية خلق نجوم خلقوا شعراء خلقوا أدباء خلقوا مغنيين كبار أم كلثوم عبد الوهاب وغيره 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 وغير. وأنبتوا من وراهم طلعوا أيضا مغنيين كبار وشعراء أكبر فترة الستينات فترة في الخمسينات أيضا كانت الحكومات أيام جمال عبد الناصر تبنت بدأت الدولة في السبعينات تترك هذه الرؤية وهذا الانعكاس ايضا كان انعكاسا في الكويت نعم. كانت الدوله في الخمسينات والستينات في كل منطقه تبني مسرح نعم مكتبه واحنا اقدم محج فنون موجود بالكويت نعم. بالمنطقه بالخليجي. بالخليج بالمنطقه العربيه بعد مصر بعد مصر على طول أي نعم. الدوله كانت تتبنى خلق النجوم كان هناك رجال تخلق ممثلين تدعمهم مسارح اليوم مو موجوده هالرؤيه هذه أي نعم. اليوم بدأت ترجع ان نهتم بهذا التراث ودعم الفنانين شنو تعليقك على انا عندي سؤال قبل لا اعرض لك حفلات التربيه اللي كان يسويها الله يرده بالسلامه استاذنا العم ابو علي استاذ عبد العزيز مفرج هذا الخليج الله يرده بالسلامه ان شاء الله وغيرهم يعني حفلات هذه ما تنسي نعم ما احترامي للحفلات اللي قاعده تحصل في الفتره الاخيره فنانين واساتذه اللي عملوا امانه وكلهم كل احترام وتقدير لكن هل نفس مستوى لايف نفس حفلات شاد الخليج ما كانت كذي فيها روح وطنيه قبل اكثر كشعر عندك من اللي كان يكتب وما كان بلاي باك لا اقول لك لايف كان الدكتور عبد الله العتيبي رحمه الله عليه كذلك استاذ الغنيم يعقوب الغنيم كتب اللي لحنوا استاذ غنام ديقان استاذ احمد باقر استاذ سليمان المله بعد اخاف ان يكون ناسيات بس حفلات كانت على المستوي وكانت فعلا حفلات كنا ننطرها ونحفظها وليل الحين حافظينهم وتعكس التراث الكويتي بي 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 يعني كان فيها الهويه الكويتيه الواضحه في القانون نعم يعني يعني نعم كايقاع وككلمه نعم وكحتى زي مو مبالغ فيه كان زي كان زي كويتي كويتي زي بحت وكان يرجعون للكلمات الكويتيه والتراث الكويتي نعم عبد الله العتيبي من خلال طبعا. اتمنى يعني المشرفين على مثل هالحال ان يعيدون يعني الهويه الكويتيه الجميله اللي والله نتمنى صراحه بالعكس يعني. هذا شيء بويه الكويت والكل يعني. قاعد يقلد ترى الكويت بهالامور وما زالوا قاعد يقلدون الكويت بس ما حد يتقن معلش هذه ثقه بالنفس مش غرور ما مثل الكويتي ما حد يتقن كل الفنانين الكبار اللي طلعوا في منطقه الخليج كانوا من بداياتهم في الكويت وما زالوا يستمدون قواتهم ايه. من الكويت ايه. لكن انا على يقين اليوم توجه الدوله في مركز جابر الثقافي عبد الله السالم انشاء المسارح هناك ان شاء الله عوده نتمنى والله وانا اقول حق الجم يعني جميع يعني الهيئه الرعايه السكنيه في كل منطقه مسرح سو مسرح صح ومكتبه والمدارس يرجع النشاط المدرسي اللي كنا نعرفه تتغير هذا راح تغير وايد ثقافات وايد وراح تخلي الطالب يرتقي ترى بهالامور هذه يعني انا سمعت مره واحد يقول الشهاده شهاده المدارس اللي عندنا إذا ما فيها مادة التربية الموسيقية ما تعتمد برا. أنا هذا اللي وصلني. ما تعتمد دولياً. فتربية اسمها تربية موسيقية، موسيقى تهذب النفس. للأسف يعني رئيس رئيس وزراء اليابان من كذا سنة من زمان أول ما وصل قاعة التشريفات قال حق الديوان الأمير يودوني معهد الموسيقى قبل لا يروح الضيافة. ويابوا المعهد. شاف المعهد. لأن المعهد على فكرة الموسيقى واجهة البلد. فنتمنى ان تنعاد هالايام ان شاء أتمنى الله اتمنى لكم مبنى جديد بعد على مستوى نتمنى والله مبنانا تعبنا منه <applause> لا ان شاء الله معالي الوزير ان شاء الله يتم ما الله. يقصر معانا ان شاء الله نسمع اغنيه انت البدايه طب هم بتعلق عليها بعد عطل الاغنيه جميلة تعب تشكرون عليه الله يسلمك اوركسترا تنظيم مرتب هل الحفلة متى كانت؟ هذه استاذ محمد اللي سمعناه قاعد يغني استاذ عندنا معيد بالمعهد استاذ جاسم عبد الامام عبد الله ولد الفنان عبد الامام واللي قبل شوي غنى استاذ مشعل حسين هم كذلك معيد عندنا بالمعهد أه وهم يغنون وهم طلبه كانوا إلى أن صاروا وهم يخدمون معهدهم والكويت تستاهل أن تسوي لها الحفلة. هذه الأغاني اللي شفتها على فكرة هذه كنا بوقت يعني مضغوطين جدا فيه. كنا مسافرين كفرقة أوركسترا مع في طبعا مع ثلاثة من كمشرفين وعازفين بنفس الوقت مع عميد المعهد دكتور محمد عبد الله الديهام. كنا رايحين جمهورية لاوس. جمهورية لاوس هذه ما بين تايلاند والصين يعني صغيرة مو معروفة فاستقبلنا هناك سعد السفير وقتها الله يذكره بألف خير أستاذ نبيل الدخيل هذا الإنسان راقي في التعامل وأمانة يعني ما كانوا يعرفون شنو الكويت بلاوس وبلد صغيرة رحنا على أساس بنقدم حق العيد الوطني قبل الحفلة بثلاث أسابيع رحنا نقدم هناك في لاوس فتخيل مسويين برنامج حق الاوس وبرنامج حق العيد الوطني بالكويت يعني نقدم حفلتنا ونطلع من الحفله نروح الفندق ناخذ الصاله نسوي بروفات حق الكويت يعني شوف الضغط كله فهم كانت وناسه ايام اليمعه واحنا نشتغل وشي فعلا تعب لكن ما تحس بالتعب انك بتجهز شيء حق العيد الوطني والحمد لله مثل ما شفت انت الـ الحفله هذه كانت من تقريبا من سنتين الحفله من سنتين ليش ما سويتوها بعدها؟ سوينا بعدها حفله المهرجان الكويت الموسيقي كذلك سوينا حفله هم ضخمه جدا وان شاء الله السنه الله يرزقنا ونسويها ان شاء الله نسوي مهرجان في تنسيق مع المجلس الثقافي يعني على اساس تقدمون بهذا يعني انا اشوف المكان صغير اي معهد المسرح اي هذا. معهد المسرح اليوم نتكلم على موجود معهد المسرح في معهدنا هذا نعم معهد في اليوم مركز جابر الثقافي في عده مسارح اي نعم هل ممكن التنسيق بينك انتم الاصل ترى نعم انكم تسقون حفلات شهريه باعطاء فرصه لشبابنا اللي قاعد نسمع الان صحيح. يقدم اغاني الاوركسترا دوركم اعمالكم والله هو تو افتتحوا نعم. دار الاوبرا وعسى الله يوفقهم شيء صراحه يشرف اللي شفناه احنا طب. يعني باسمنا كلنا ككويتيين أه، تو افتتح ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله يجي للمعهد عن طريق دار الاوبرا ليش ما تبادرون تكلمون المجلس الوطني للثقافه ترى يا جماعه نبي بس هو ما يتبع المجلس الوطني يتبع. أفتكر يتبع المجلس الوطني يتبع. ولا والله المجلس الوطني امانه على راسهم دكتور استاذ علي اليوحه. لالف الف تقدير وتحيه. جدا هالانسان هذا هو يعني وال... بادرتوا بالاتصال فيه لا احنا شقالين معاهم يعني حتى حفله مهرجان القرين اشتغلنا مهرجان الصيف مهرجان القرين مع... يكون في مر... في الاوبرا كذلك ما ننسى استاذ دويش الدكتور الدويش والاستاذ العسعوسي امانه جدا متعاونين مع المعهد مع استاذ علي اليوحي مع عميد المعهد أه... يبادرون كثير معانا كحفلات في على مسرح عبد الحسين عبد الرضا قدمنا كذا حفله هم آه ما هم يعني هم مسرح عبد الحسين اي مسرح جميل آه ممتاز بقى. جدا نعم يوم الفرحه ان نشوف يعني الحلم الكويتي اللي كان نشوف مسارح نعم وعلى مستوى راقي اليوم لما نتكلم عن الكويت مركز الثقافه نعم هذا اكثر مركز في, في الشرق الاوسط اليوم نعم. الدار الاوبرا وفيها عده مسارح نعم. واليوم مركز عبد الله الثقافي ايضا جاهزين ومسرح زين وهناك في منشات كثيره جاري تنفيذها ان شاء الله هذه دل على ان الدوله تتجه إلى الحفاظ على التراث الكويتي بكل امانه في توثيق للفن الكويتي اي في توثيق في من اللي وثق وزاره الاعلام عندك طبعا امانه انا اقول كلمه حق من ثلاث سنوات كان اتصال من مخرج م. حتى اسم المخرج نسيته قال لي دكتور خالد ابي اشوفك ضروري قلت له خير كان أقول بشوفك ضروري قلت له اوكي رحت له كان يقول لي ياني امر ثلاث سنوات تقريبا ياني امر من وكيل وزاره الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون وقتها الشيخ فهد المبارك الصباح الله أيه. يذكره بالف خير هالانسان يعني انا ما كلمته صراحه بس عارف خالد القلاف قال لي الشيخ قاعد يقول لك يبي برنامج من 13 حلقه حق القناه الثانيه بالانجليزي سويته كاعداد تقديم جبت وحده متخصصه موسيقى وانجليزيتها كانت قويه عديته صرت مساعد مخرج انا صرت مال ازياء يعني ما انسى رجاء البدر كانت مدلي بالازياء كل هذه اشياء شخصيه وطلعت 13 حلقه والله الحمد يعني شوف الدعم ييك ييك وزاره الاعلام امانه الاذاعه قاعد يعرضون علي انا بالذات أه اني اعمل كذا برنامج وانا عملت كذا برنامج كاعداد وتقديم في اذاعه الكويت عن الفنون وكتوثيق لها كذلك حتى بالمعهد كانوا يتصلون فينا الله يذكره بالخير استاذ طلال هيفي كان يقول احنا نبي نسوي حفلات معاكم نبي نصور نبي نسجل ففي بس نبي احنا التوثيق الاساسي اللي هو يتسجل وينحط ما ينشال من مكانه هذا اللي انا اقصده لان اذا دشيت المكتبه المكتبه ممكن الشريط مو موجود اوثق وانسخ واوزع يعني لو تشوف دوله قطر امانه مركز التراث الشعبي شقالين صح قاعد يوثقون الاغاني الخليجيه كلها مو بس قطر قاعد يوثقونها باصوات مطربين على مستوى عالي من الخليج ان شاء الله الامور تعدل نتمنى والله باذن الله الدكتور خالد القلافه انا شاكر لك على حضورك اليوم معانا ونتمنى لك التوفيق ويعطيك طول العمر ان شاء الله واشوفك في حلقات لاني انا اقول لك بكل امانه مهتم في الرؤيه الجديده وهو الحفاظ على التراث الكويتي وان شاء الله يكون لكم دور معانا في محل الفنون إن شاء في حلقات الله في ثانيه مم. نعيد حتى الموسيقى موسيقى التراث وانواعه حتى جيلنا يفهم خاصه أنتم كناس نعم. خبره في هذا المجال في حلقات جايه تكون اكثر في عمليه اهتمام بالتراث والحلقه الجايه نبيها اهتمام في فن معين ونسمع الاصوات من ناس مؤدين ومغنين حتى نرتقي في هذه الحلقه الشهر. واحنا بنشوف استاذ محمد أنا بالعكس انا اتشرف بيني وبينكم ان شاء الله في اتشرف بقناتكم ما شاء الله يعني انا قناه شاهد من متابعينها والقائمين عليها امانه الناس رأيك. راقين وهذا شرف لنا واحنا بنشوفها بالعكس معاكم. بنختم لكن يا نبع الوصف نبع الوفا الصافي طلعناها مخرج ونشوفكم اعزائي المشاهدين باكر باذن الله، باكر حلقة مميزة تابعونا من الساعة 10:30 إن شاء الله. الكويت أولاً والله يصح الحال. <applause>